ايه الفرق بين المذكر والمؤنث؟ هنعرفه ان شاء الله في الحلقه دي ما هي ادوات المعرفه؟ وايه الفرق بينها وبين ادوات النكره؟ تابعونا في الفيديو. بونجور درسنا النهارده لي زارتيكل ديفيني لي ديفيني من المحددات وخدنا في الفيديو اللي فات لي ان ديفيني الفرق بينهم لي زارتيكل ديفيني ولي ان ديفيني ان لي ان ديفيني اللي هي ادوات النكره اللي احنا خدناها في الفيديو اللي فات من اسمها ان الحاجه نكره ومش مع مش معرفه مش معرفه وهي لو تفتكروا معايا ان ان دي وهسيب لكم الرابط اسفل صندوق الوصف درسنا النهارده لي ديفيني اللي هي ادوات المعرفة وهي من اسمها يعني الحاجة معرفة يعني الحاجة مبدوءة بالالف واللام يعني بقدر احدد المذكر والمؤنث والجمع من خلال لزختيك ديفيني وان ديفني ادوات المعرفة لو لا الا ابصرف لي قولهم تاني ل لا الا ابصرف ليه الفرق بينهم ل تيجي قدام النوم مسكولة يعني الاسم المفرد المذكر لا قدام النوم فيمنه يعني الاسم المفرد المؤنث الا أبصرفة قدام النوم ماسكولا والفيمينه بس لازم يكون مبدوء بحرف فويل يعني قدام الاسم المفرد المذكر او المؤنث بس لازم يكون مبدوء بحرف فويلا طيب يعني هي كان اصلها ل ولا بس احنا حذفنا ال او لانها جت قدام حرف فويل فما ينفعش يلتقي اتنين حرفين فويل مع بعض فبنكتبها الا ابو صرف. ليه اللي هي الجمع بتيجي قدام النوم ماسكولا والفيمنا بس بلوغيال يعني جمع بتحدد لي ان الاسم ده جمع وده هيوضح من خلال الامثله آه عندنا هنا اول حاجه لو لو يعني الولد لو غسون لو لي يعني القلم لو بير لو بير يعني الاب نيجي إلا اللي هي بتحدد لي الاسماء المؤنثه لا طابل لا طابل يعني الترابيزه لا مير لا مير يعني الام لا تغوس لا تغوس يعني المألمة طيب نيجي بقى أبو صرف ايه الإلا الا عندي كلمه ايكول يعني مدرسه واصلها كانت مؤنث في ميناء فطبعا ما ينفعش احط لا ايكول فقدام حرفين الفويلا فهنحذف الا وتبقى الا ابو صرف فهنقول ليكول ليكول يعني المدرسه عندي كلمة أمي سواء كانت كلمة أمي ديت من غير ال يعني مذكر صديق أو أمي يعني أو يعني مؤنث صديقة فطبعا بنحط قدامها الإله أبوصرف نقول لامي يعني صديق لامي نت على بعضيها يعني صديقة عندي أبو أبوصرف دايما دا كمان مع كلمة لزلاف يعني تلميذ إليف بادية بحرف متحرك فلازم تاخد إلا أبوصرف لولاف يعني تلميذ نيجي اللي اللي هي الجمع بتحدد لي الاسماء الجمع عندي لي زلاف يعني تلاميذ لي كييه لي يعني كراسات لي كارتابل لي كارتابل يعني شنط لي لي يعني أولاد كده من خلال الفيديو ده عمرنا ما هنغلط تاني ما بين المفرد والمذكر من خلال أدوات المعرفة وأدوات النكرة اللي إحنا أخدناهم اللي هي ليزاختيكلي اللي ديفيني اللي هي لو واللا أبصرف واللي لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد والسبسكرايب ودعمكم للقناه مع فرنساوي مع همته اغوفوار